ضمت جامعة القاهرة احتفالية عيد العلم 15 والتي تم خلالها تكريم عدد من العلماء والمفكرين والباحثين الحاصلين على جوائز الدولة بأنواعها وجوائز الجامعة في مختلف المجالات العلمية عام 2016. أقامت جامعة القاهرة احتفالية عيد العلم 15 برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة وبحضور عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس. احتفال عيد العلم ده بالنسبة لجامعة القاهرة محل إجلال واحترام وحرص على إقامته. هو لم يتم إقامته في السنوات الماضية، لكن احنا حريصين على استعادة هذه الاحتفالية وهذا الحدث المهم عيد العلم الذي يتم تكريم الأساتذة والباحثين والعلماء الحاصلين على جوائز الجامعة وجوائز الدولة. اليوم دوم بيبقى تواصل الأجيال وتواصل من كل الأجيال، أجيال العظيمة مع أجيال أساتذتنا اللي علمونا، وبيكلهم دايما كلهم لو تشوف انهم بيجوا، والطلبة والمعيدين الجدد اللي احنا بنزرع فيهم قيم جامعة القاهرة وقيم العلم وقيم البحث العلمي. تم خلال الاحتفالية تكريم 42 من علماء الجامعة ومفكريها وباحثيها الحاصلين على جوائز الدولة بأنواعها وجوائز الجامعة في مختلف المجالات العلمية في عام 2016. من أهم الحاجات الجميلة أن الواحد بيته هو اللي يحتفل بيه، أنه يحتفل بحصوله على هذه الجوائز في وسط أساتذته وزملائه وزمايله ومحبيه. ده بيدي لك إحساس جميل جدا، لأن زي ما احنا بنقول ده المكان اللي انت عشت وتربيت بيه، لما يحتفل بيك ده ليه واقع قوي جدا في نفوسنا وفي أثره على تقدمنا وعلى أبحاثنا العلمية. لابد نرفع راية العلم ونؤكد للأجيال الجديدة أنه هذا المجتمع لن يتقدم إلا بالعلم. جامعتي بتقول لي شكرا، أنت فعلا اديتي حاجة للعلم واديتي حاجة لجامعتك واسمها وتاريخها. شهد عام 2017 عودة الاحتفال بعيد العلم بعد توقف دام 3 سنوات ترسيخا لمبدأ اهتمام الدولة بالعلم لكونه أحد عوامل تقدم الدول. أحمد سامح، أون لايف.